حصل ببساطة إنه هذا الإنسان عنده كتير يعني قضايا كانت ضده، وفي بعض منه إنه القضاء ما تحسن يتغاضى عنه، لأنه هو صار بشكل تقريبا شهري أو أسبوعي يعني إنه يرتكب جرائم، لذلك ارتقى القضاء إنه يجب ترحيله إلى خارج أوروبا. اختار هو الترحيل إلى سوريا، يعني هو الشخص قال إنه أنا بدي اترحل، أوكي خلاص بس بدي اترحل لسوريا. ما الحكومة الألمانية اللي أجبرته مثل ما عم تتناقل بعض الوسائل التواصل الاجتماعي، يا مع العلم إنه كمان هو تقدم له حوافز كمان مشان عملية الترحيل، يعني إنه كمان ما تكون إنه هذا الإنسان طردوه من دون ما يأخذوا بعين الاعتبار وضعه المعيشة وضعه الاجتماعي. حكومة النظام حكومة غير شرعية بقرار أمم متحدة، لذلك ممنوع التعامل مع حكومة غير شرعية سورية حاليا لحد تاريخ اللحظة من 2011. قرار الأمم المتحدة أعلنت أنه هي البلد غير آمن ومستحيل إعادة أي لاجئ لبلد غير آمن، لذلك هذا الموضوع فتح ملفات السوريين أو يعني ما شابه ذلك من إعادة محاكمهم، مثل كمان ما عم يروج إلى البعض هذا الأمر مستبعد هلأ حاليا. إعادة اللاجئين هو لازم يكون ضمن قرار دولي ضمن حماية دولية وتوفر لهم المناخ العودي كله بشكل كامل.